بسم الله الرحمن الرحيم. يعني برحب بحضراتكم معانا النهاردة، ويمكن الحقيقة النهاردة بناء على تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بوضع حزمة للحماية الاجتماعية جديدة للمواطنين لمواجهة طبعا الموجة التضخمية الهائلة اللي بتحصل على مستوى العالم والأزمة العالمية اللي طبعا كل دول العالم بتواجهها، ويمكن يعني تأكيدا من فخامته للحكومة بضرورة مراعاة الظروف اللي احنا النهاردة المواطنين بيجابوها. وده يمكن كان امبارح طبعا حضراتكم عارفين كان من احد اهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي اللي يعني تم عقده على مدار الثلاث ايام الماضية. الحقيقة النهاردة مجلس الوزراء في اجتماعه ناقش حزمة الحماية الاجتماعية ووافق على هذه الحزمة، ويمكن عشان كده انا حبيت ان انا نعلنها النهاردة عشان يبقى ده تأكيدا ل يعني التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس وايضا تنفيذ اول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي. الحقيقة يمكن اهم هذه القرارات او اهم مكونات هذه الحزمة اللي هيعرضها بالتفصيل معالي وزير المالية، اول حاجة ان هو اقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة هتبقى لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأيضا للمعاشات، وهتبقى بمبلغ 300 جنيه شهريا، ودي هيستفيد منها كل زي ما قلت العاملين في جهات الدولة والشركات التابعة ليها وأصحاب المعاشات أيضا. الموضوع الثاني طبعا يعني قرر ايضا مجلس الوزراء بناء على هذه العلاوة الاستثنائية اللي هي ب 300 جنيه ان يكون الحد الادنى، يرفع الحد الادنى للاجور يبقى بدل 2700 يبقى 3000 جنيه. وبالتالي دي طبعا اي حد وده هيسري طبعا بالتبعية على بقية الدرجات المالية المختلفة، بحيث انها هيبقى فيه زيادة متدرجة لكل الدرجات المالية بناء على تقرير الحد الادنى للاجور. النقطة الثالثة يمكن وهي نقطة أيضا بصينا لظروف القطاع الخاص، وهي أن طبعا يعني هيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات اللي تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة، وبالتالي دي يمكن هيتم الآلية واضحة بحيث أن يتصرف برضو دعم مالي على الأقل لغاية 30/6 القادم للشركات او العمالة اللي في الشركات اللي يعني تعثرت او توقفت بسبب الازمة، وده طبعا مرهون بان عدم تسريح هذه العمالة. وتم تكليف معالي وزير المالية ووزيرة التضامن ووزير القوى العاملة بوضع الآلية اللي هيتم الاعلان عنها لهذا الشأن علشان برضو يستفيد منها العمالة اللي موجودة في هذه الشركات. الموضوع الحقيقة اللي بعده برضو تم التوافق على ان شاء الله هيكون استمرار العمل بالحزمة اللي يعني الحقيقة كنا اعلنا عنها في الفترة السابقة الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين. حضراتكم تتذكروا اللي هي بشرائح تتراوح ما بين 100 و200 و300 جنيه اللي بيستفيد منها اكتر من 10.5 مليون مواطن، والحزمة دي الحقيقة كان التوجيه انها او التكليف والقرار السابق انها كانت هتنتهي 31/12، ولكن تم الاتفاق انها هتستمر لغاية 30/6 القادم. ايضا كان هناك طبعا في ضوء توجيهات سيادة الرئيس امبارح بعدم يعني زيادة الرسوم على المواطنين في الفترة الجاية ويعني الاكتفاء بالوضع اللي موجود حاليا، ايضا كان هناك القرار السابق بعدم زيادة اسعار الكهرباء كان المفروض لغاية 31/12، وبرضو المجلس النهاردة وافق على ان يستمر العمل بالاسعار السارية حاليا لغاية يوم 30/6/23. وبالتالي هي مجموعة من القرارات المتكاملة اللي احنا شفنا النهاردة ان احنا بنتدخل بيها علشان تساعد المواطنين في الظروف الراهنة اللي موجودة دلوقتي. ويمكن انا عايز اقول لحضراتكم ان حزمة هذه القرارات يمكن جزء منها ايضا انا يعني برضو عايز اضيفه، وهو موضوع الدخول للبرلمان بموضوع رفع حد الاعفاء الضريبي
للمواطن، بحيث يبقى يعني اللي هو احنا يمكن كنا وافقنا عليه بصورة مبدئية، وان شاء الله هيتم اقراره في البرلمان، بحيث يترفع الحد الادنى للاعفاء الضريبي من 24000 جنيه في السنه الى 30000 جنيه في السنه. معنى كده ان اللي دخله 2500 جنيه في الشهر ما يعني ما يخصمش منه اي ضريبه في هذا الشان. ده كان اخر اجراء. الحزمه دي كلها النهارده ان شاء الله هتبقى تكلفتها على الدوله تقترب من 67 مليار جنيه في السنه، ولكن احنا خدنا هذه الاجراءات طبعا بناء على تكليفات السيد الرئيس، وايمانا من الحكومة بضرورة برضو دعم المواطنين في ظل الازمة العالمية الراهنة. واسمحوا لي اترك المجال لمعالي وزير المالية انه يشرحها بالتفصيل. شكرا جزيلا دوت الرئيس. وفي عجالة، هو اول اجراء علاوة غلاء معيشة استثنائية بفئة مقطوعة 300 جنيه شهريا لكافة المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية بعدد 4.6 مليون موظف، وتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه. أيضا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف هيستفيدوا من هذه العلاوة الاستثنائية بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه. أيضا جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة لهم حوالي 250 ألف على الصناديق والحسابات الخاصة هيصرف لهم هذا المبلغ علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بتكلفة أيضا تقترب من 1.2 مليار جنيه. أيضا يتم منح العاملين في كافة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام البالغ عددهم 250 ألف هذه المنحة الاستثنائية وبتكلفة حوالي المليار جنيه. أيضا رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه بزيادة 300 جنيه، وزيادة كافة الحدود الدنيا لكافة الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة بمقدار 300 جنيه. زي ما دوت الرئيس أوضح، إن شاء الله في خلال الفترة القصيرة القادمة معروض على مجلس النواب رفع الحد الأدنى لحد الإعفاء الضريبي من 24000 جنيه حاليا الى 30000، وده بيمثل نسبه زياده 25% بتكلفه سنويه 8 مليار جنيه. اصحاب المعاشات ايضا هيبقى في زياده مقدارها 300 جنيه لكافه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعندنا اكثر من 10.5 مليون. التكلفه الاجماليه بتاعتها 32 مليار جنيه. بالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة والغير قادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الحالية، تم الاتفاق مع معالي وزير قطاع وزير القوى العاملة على انه كافة الشركات اللي هي يعني متأثرة سلبا بالأوضاع الحالية وغير قادرة على تحمل تكلفة العمالة بتاعتها انه هيصرف من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تكلفة هذه العمالة حتى 30/6/2020. أيضا مد العمل بالحزمة 30/6/2023، آسف، حتى 30/6/2023. مد العمل بالحزمة الاجتماعية اللي بيستفيد منها حاليا 10.5 مليون بطاقة تموينية بالمبالغ 100 إلى 300 جنيه وحتى 30/6/2023 وبتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه منذ بدايتها في الفترة الماضية. أيضا مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30/6/2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه وتكلفة إجمالية 3.8 مليار عن العام المالي 2022-2023. وبذلك يبقى إجمالي المبالغ اللي يعني هتبقى يعني تكلفة شهرية زي ما أوضح دولة الرئيس لكافة المبالغ اللي تم إيضاحها في حدود 67 مليار جنيه. شكرا جزيلا.
ويمكن معلش دوت الرئيس ان احنا هنبدا العمل بيها ان شاء الله من شهر نوفمبر. احنا يمكن هذه الحزمه هنبدا فيها ان شاء الله من شهر نوفمبر زي ما امبارح كان يعني ده ضمن مخرجات المؤتمر. وباكد ان التكلفه السنويه لهذا الموضوع طبعا على الدوله هيبقى حوالي 67 مليار جنيه هنستوعبه ضمن الاحتياطيات اللي كانت محطوطة كدولة حاطينها تحسبا لتداعيات هذه الأزمة، ولكن طبعا دي هتبقى تداعياتها بعد كده موجودة. فبالتالي احنا كحكومة وكوزارة مالية هنبقى دايما مخططين على أساس ان احنا يعني نتعامل مع هذه القرارات ونستوعبها ان شاء الله، لان الهدف الرئيسي منها هو توفير مرة اخرى حزمة من الحماية الاجتماعية ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبيرة اللي العالم كله بيعاني منها. لو في اي اسئلة عند حضراتكم اتفضل. شكرا سيد رئيس الوزراء. انا كنت بس يا فندم هتكلم عن ال 67 مليار جنيه اللي هم التكلفة الاجمالية للحزمة الاجتماعية، هل ده يتطلب اي تعديل في الموازنة العامة للدولة ولا وهل معمول حسابهم هل هيمثلوا عبء اضافي بالنسبة لعجز الموازنة؟ طبعا الحكومة دايما بتوازن ما بين الحفاظ على الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز وما بين الحماية الاجتماعية، فدول هدفين دائمين للحكومة، فازاي هيتم التوازن ده يا فندم؟ يعني هو زي ما اوضح دولة الرئيس احنا الموازنة الحالية فيها احتياطي احنا اعلنا عنه للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار، واحنا بنستخدم جزء واستخدمنا قبل كده اجزاء زي مثلا ما اتفقنا على زيادة القمح الى 1000 جنيه، الفرق قلنا هناخده من الاحتياطي، فبرضه هذه الحزمة ستمول من الاحتياطي دون ان شاء الله باذن الله هذه الحزمة ما تأثر على المستهدفات الموازنة العامة للدولة. احنا بنشكر حضراتكم وان شاء الله يعني زي ما بنقول هنتخذ في بعض هذه القرارات، طبعا هتطلع بقرار فوري من مجلس الوزراء، ولكن طبعا موضوع العلاوة هتبقى دي يعني هنروح طبعا للبرلمان بمشروع قانون، وان شاء الله يبقى بالتنسيق الكامل يتم خروجه بأسرع وقت بحيث يبدأ المواطنين ان شاء الله بالاستفادة منه اعتبارا من الشهر القادم ان شاء الله. شكرا، متشكرين.